استقبل الدكتور القسندرية زكي رئيس طائفة الإنجيلية بمصر المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد المرافق له، وذلك بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، وذلك بحضور السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر. ورحب رئيس طائفة الإنجيلية بالمرشح الرئاسي معربا عن تقديره الكبير بالزيارة، وأشار خلال حواره مع المرشح الرئاسي فريد زهران على أهمية تشجيع المصريين على المشاركة الفعالة والإيجابية والتحلي بالمسؤولية كأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط، وقال إن مشاركة المواطن الإيجابية جزء من قضايا الوطن الهامة وطرف فاعل ومؤثر في تقرير مصير البلاد. ومن جانبه عبر زهران عن سعادته بزيارة الدكتور القسندرية زكي والحوار مع قيادات الطائفة الإنجيلية، وأشاد بتاريخ الطائفة الإنجيلية الوطني والمجتمعي مقدما عرضا لأهم ملامح برنامجه الانتخابي، كما أكد على أهمية مشاركة جميع المصريين من أجل بناء الوطن.